لعل أنين هذا الطفل خير شاهد على اشتياقه لدفء أمه، هي التي تركته في المستشفى حين ولد متذرعة بأنها ستعود لأخذه بعد تأمين المال ولم تعد. الأم وهي سورية متأهلة من صيداوي كانت جاءت إلى المستشفى أواخر كانون الثاني الماضي ولم تكن أكملت مدة الحمل الطبيعي، وبعدما تبين أن ماء الرأس كانت قليلة خضعت لعملية قيصرية وولد الطفل مع التهابات رئوية حادة، وبعد إجراء ما يلزم تحسن وضعه الصحي. الأم اسمها نجمة عنتر، حاولت أحكي معها على التليفون السيلولر اللي حطوه بالملف الطبي تبع المريضة مرتين ثلاثة، تقول لي النمرة غلط. إجا بيو كذا مرة على أساس إنه يعني يجيب له حفاظات، يجيب له حليب، يجيب له كذا. ما معي مصاري. ونحن كلجان شعبية في مخيمات عين الحلوة، مخيم عين الحلوة، نؤكد وقفنا إلى جانب المستشفى حتى يتم كل ما يريد الطفل تقديمه من حليب، من تغذية، كل أمور أنه يتحملوا مسؤوليات المستشفى، لكن أين تحمل الأم والأب؟ ترك الطفل وحيدا شرع احتمالات متعددة، بعضهم يعتقد أن زواج الأم غير شرعي، وآخرون يعتبرون أن تخلي الأم ربما يكون مؤقتا وستعود لأخذ ابنها، وبين الرأي والآخر حياة طفل تنتظر رسم مصيرها.